يسأل ويقول هذا السائل أيضا من أسئلة فضيلة الشيخ صالح: نحن إخوة لدينا صندوق تعاوني يدفع كل واحد منا شهريا مبلغ 100 ريال. الغرض من الصندوق هو من يحتاج أخذ من هذا القرض ثم يعيده للصندوق، فهل فيه زكاة؟ هذه تسمى جمعية الموظفين، وأنا لا أجيزها لما فيها من الربا، لأن هذا قرض جر نفعا، أنت تقرضهم من أجل أن يقرضوك. قد يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على ذلك أنه لا يجوز اشتراط النفع في القرض، والتقارض هذا بذل نفع من بعضهم لبعض. إذا أردت أن تقرض أخاك اقرضه قرضا حسنا، اقرضه بدون أن تشترط عليه أو أن تدخل في جمعية قرضية، اقرضه احتسابا لوجه الله وهو يرد عليك القرض إذا أيسر، وتحصل على الأجر ويرجع إليك ماله. هذا هو المعروف عند المسلمين. ما هذه الجمعيات فهي كما ذكرنا إنما حدثت أخيرا، و يحصل فيها النفع في القرض من بعضهم لبعض، ولا يقرض إذا كان صادقا أن يقرض المحتاجين الذين لم يدخلوا معهم في هذه الجمعية ليحصل على الأجر، أما أن يقرضهم لأجل أن يقرضوه هذا قرض جر نفع. نعم.